إلى الجنوب من قلعة أربيل التاريخية وعلى بعد كيلومتر منها تقريباً، شارع شعبي تجاري يستيقظ عند الغروب وحتى إطلالة خيوط الفجر الأولى ليستقبل سكان المدينة وزوارها، فصار المكان الأمثل لملتقى الشباب واكتسب شهرة امتدت إلى خارج إقليم كردستان. وهنا تزدحم المقاهي والمطاعم والمحلات والحدائق والباعة المتجولون بكل أصنافها، وهنا أيضاً يجد السهارة ضالتهم لقضاء ساعات الليل الطويلة مجتمعين برفقة الأصدقاء. إضافة إلى ذلك فإن الشارع إسكان فيه ميزات أخرى نتعرف عليها في هذه الحلقة من أربيل. 685 متراً من الدكاكين والمقاهي والمطاعم والأزقة والمرائب والحدائق والعمارات المتقابلة على جانبي شارع يخترق قلب أربيل، صار اليوم أشبه ما يكون بالصندوق الأسود الذي يحمل كماً كبيراً به من ذكريات هذه المدينة التي تباهي نظيراتها بقلعتها ومنارتها الأثريتين. إنه شارع إسكان، الشارع الذي لا يقل زحاماً وصخباً وأهمية عن مركز مدينة أربيل الذي يعد سوقها الأول، ولكن في مواقيت مختلفة، فيما يعده السكان المحليون دفتر مذكرات المدينة العصية على النسيان في تاريخها الحديث. هذا الشارع تأسس عام 1967 وسط حي الإسكان بعد أن بنت الإدارة المحلية لمحافظة أربيل جامعة هنا. في البداية كان يضم عدد قليل من المحلات، ثم توسع مطلع ثمانينيات القرن الماضي وانتقلت إليه بعض المطاعم المشهورة في أربيل لتقديم وجبات الشاورما، ومنها مطعم غازي وسورداش وكاميران وفاروق ودلشاد. ومع مرور الزمن تحولت جميع المنازل إلى مقاهي وفنادق ومحلات ألبسة رجالية، لذلك أصبح أحد أشهر شوارع العاصمة. في غالبية المدن العراقية هناك حي سكني أو شارع تجاري يحمل نفس الاسم إسكان، وذلك لأن عبد الكريم قاسم الذي انقلب على الملك فيصل الثاني وأنهى حكمه عام 58 شرع ببناء مجمعات سكنية في كثير من المدن، وكلها كانت تحت مسمى مشاريع الإسكان، وبقي هذا الاسم دارجاً على ألسن الناس حتى يومنا هذا، وإن تغيرت أسماء بعضها مع مرور الزمن، والنسخة الأربيلية من مشروع الإسكان هي اليوم تجارية سكنية ترفيهية وخدمية أيضاً. قبل تسعينيات القرن الماضي لم يكن تصميم الشارع هكذا ولم يكن بهذه الجمالية، وكما ذكرت كانت أغلب المحال عبارة عن مطاعم صغيرة لتقديم الوجبات السريعة، فلا مطاعم كبيرة ولا فنادق ولا حتى مقاهي تستوعب عدد كافي من الزبائن، فيما ظل اسم إسكان يرافق الشارع ولم ولن يتغير مع تغيير الأنظمة السياسية في البلاد. في إسكان تجتمع المتضادات مع بعضها البعض كمقهيي ريال مدريد وبرشلونة على سبيل المثال، إذ تسيطر الجماهير الرياضية على مشهد الشارع أثناء المباريات الحاسمة. ومن الأمثلة الأخرى الملفتة للنظر هنا هي أن كوكب الشرق أم كلثوم تغني يومياً إلى جانب قيصر الغناء كاظم الساهر في مشهد قل نظيره. بمجرد أن تخطو خطوتك الأولى في إسكان من جهته الجنوبية المطلة على الشارع الستيني، ستمر على كاظم الساهر وإلى جانبه أم كلثوم. إنهما اسمان لأشهر مقهيين ملفتين للنظر، يجاوران بعضهما لكنهما يتنافسان في كل شيء، في مستوى صوت أغاني العملاقين والذي يصل المارة والمحلات المجاورة لهما، وفي الخدمات لدرجة صار ميزة أو أيقونة شارع إسكان ونقطة لتجمع سميعة الطرب ومتذوقي الغناء العربي الأصيل.
إذا جلست في أي منهما حيثما أدرت وجهك سترى صوراً معلقة للست والقيصر، وبطبيعة الحال صور مقهى أم كلثوم بالأبيض والأسود، أما صور مقهى كاظم الساهر فملونة. كاك الشاهين هو الذي أسس هذا المقهى قبل 30 عاماً أو أكثر، لأنه كان معجباً جداً بأغاني السيدة أم كلثوم، ومنذ ذلك التاريخ لم ينقطع المقهى من خدمة زبائنه الذين كانوا يترددون إلى المقهى لسماع الطرب الأصيل مع شرب الشاي والحامض ولعبة الدومينة التي يشتهر بها العراق. بينما كانت أم كلثوم تشدو بالأطلال سيرت الحب بعيد عنك لسه فاكر وأنت عمري، تسللت إلى مسامعي كلمات أخرى نحفظها اليوم عن ظهر قلب، كمدرسة الحب وزيديني عشقاً. كانت آتية من مكبرات الصوت في مقهى كاظم الساهر المجاور، حيث الزحام هناك على أشده. بينما حاولنا التحدث إلى صاحب المقهى الساهري لكنه امتنع دون أن يبرر لنا سبب الرفض. آخر منافسة لإيشا نقل الرقو. المنافسة بيننا وبين مقهى كاظم الساهر هو في العمل وتقديم الخدمات فقط، فيما تربطنا علاقة جيدة على المستوى الشخصي، سيما لا يفصلنا عن البعض سوى جدار واحد، ولدينا تاريخ مشترك في نفس العمل. أما فيما يتعلق بمستوى صوت أغاني الست والساهر، ففي السابق كنا ننصب الطاولات أمام المقهيين، وتلبية لطلب زبائننا كنا نرفع صوت المسجلات، ولكن حالياً مستوى الصوت أخف في الخارج لأن البلدية لم تعد تسمح بذلك. لو تشابهت الأذواق لبارت السلع كما يقال، وهذا ما ينطبق تماماً على زبائن المقهيين، وغالبيتهم العظمى من الشباب وقليلاً من المسنين. مقهى أم كلثوم كان سابقاً يعج بكبار السن ممن يقصدونه خلال فترتي الظهيرة والمساء، أما اليوم وبعد أن أصبح يقدم لزبائنه الأرجيلة أحجم كبار السن نوعاً ما عن الجلوس فيه، وصار غالبية زبائنه من الشباب. أما مقهى كاظم الساهر فمنذ البداية زبائنه شباب ومراهقون. أول شيء المكان يعني هدوء، أغاني هذا هسه تروح غير كوفيات أغاني عالية أو غير شيء، هسه بعض الكوفيات حتى بنات بيها كادر النسائي، أما هنا لا شيء طبيعي إنه هسه بعض الكوفيات تروح لازم تلبس ملابس وترتب نفسك، أما هنا عادي كوفي شعبي. إحنا طبعا هذا كل يوم إحنا هنا، بعض المرات مرتين باليوم بعد الدوام وبالليل، هاي بالليل شغلة منتهية. نراقيل طيبة هاي أول شغلة، هسه تسمع إذا تسمع أغاني أم كلثوم يعني حيل هادئة، يعني أجواء يعني ويا الصراحة ويا التدخين وهاي تستمتع يعني. في الماضي كان معظم رواد المقهى من كبار السن ومن سكان أربيل حصرا، ولكن اليوم اختلف الأمر كثيرا، فبات الشباب والسياح يشكلون نسبة كبيرة من رواد المقهى، والذي ظل ثابتا ولم يتغير هو صوت الست وصورها التي تملأ جدار المقهى. يشهد شارع إسكان في مواسم المباريات الأجنبية على مستويي الأندية والمنتخبات صخباً لا مثيل له في كل أرجاء أربيل أو إقليم كردستان بالأحرى، ويصل الأمر أثناء مباريات الكلاسيكو الإسباني إلى إغلاق الشارع أمام مرور السيارات، وحينها يفترش المشجعون الأرصفة والشارع أيضاً ولا تكاد تجد مكاناً تجلس فيه، فتضطر للوقوف على قدميك طيلة وقت المباراة للمتابعة، وفي بعض الأحيان تتطور الأمور إلى شجار بالأيدي والكراسي بين الخاسرين والرابحين. هذا شارع رياضة بصورة عامة، يعني أكو بعض القهاوي تلقيها للجمهور البرشلوني، وبعض القهاوي تلقيها يعني الجمهور الريالي، وبعض القهاوي الدوري الألماني، يعني كل من يحب الفريق اللي يشجعه. صح أكو مكانات بس مو مثل هذا المكان، يعني هنا اكو ناس اللي هوايتها الرياضه، من يشوف هذا الخصم مالته مثلا هو ريالي يجي الخصم مالته برشلوني، فاذا خسر الخصم مالته فتدري بعد يعني ما يحتاج اقول لك شنو الموقف اللي هو يكون بيه. مرات تصير عركات. لا الله يكفينا شر هذا، طبعا اكيد تصير عركات، لان ليش تصير عركات؟ لان
تدري خصم خسران وخصم ربحان، فتدري الخصم الربحان اكيد يعني تلقى الابتسامه ماليه وجهه، والخصم الخسران اكيد منزل راسه. شقامك اخوي شارع اسكان. هو شارع اسكان منبع الرياضه والشباب، هنا تجتمع جميع الفئات العمريه من الشباب وكبار السن اثناء مباريات دوري ابطال اوروبا وخاصه مباراه كلاسيكو، وتشتد المنافسه والحماس بين المشجعين بسبب قرب المقاهي التي تتنافس على تشجيع تلك الأندية وخاصة برشلونة وريال مدريد، لدرجة تصل إلى الشجار بالأيدي والكراسي بين المشجعين وأحيانا بين الأصدقاء. لا يوجد في شارع إسكان غير هذا النصب الذي يقع خلفي، وهو يعود لمصور فرنسي الجنسية قضى نحبه هنا مقتولاً أثناء انتفاضة عام 91 و900 وألف، فارتأت حكومة إقليم كردستان أن تخلد ذكراه لكي تتعرف عليه الأجيال اليوم. مستمرون وإياكم مشاهدينا بعد الفاصل ضمن رحلتنا مع هذا الشارع الذي لا ينام كما يلقب. قبل 10 سنوات أو أكثر كان هنا في هذا المكان الذي يقع بداية شارع إسكان أقدم قاعة مسرح في أربيل، وكانت تحتضن عشرات الفعاليات الثقافية وعروضا مسرحية سنويا وخاصة خلال ساعات الليل. أما اليوم فلم تعد تنافس جارتها قاعة ميديا التي تبعد بضعة أمتار منها. على الجهة الثانية لإسكان حيث مدخله الشمالي وعند نقطة التقائه بالشارع الثلاثيني كان يقع مسرح الشعب، أقدم مسرح في مدينة أربيل برمتها، واليوم لم يتبقى منه شيء. تأسس نهاية حقبة الخمسينيات من القرن الماضي وبقي صامداً حتى العام 2014 حينما قررت أربيل هدمه، وهو ما تم بالفعل وبناءه مجدداً، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن وظلت أساساته والأعمدة الكونكريتية شاخصة للعيان تذكر المارة من هنا بالأيام الخوالي حيث كانت الثقافة مزدهرة والفن شائع الانتشار والمسرح مؤثراً في الرأي العام والمجتمع. قاعة الشعب بنوها بسنة 1959 زمن عبد الكريم قاسم، أكثر الجمعة كان يصير بها أو تمثيلية أو مسرحية أكثر يوم الجمعة، والبقية كان بها موظفين هواي يداومون بها، فنانين وفنانات كلها يداومون بها. في 2012 الشركة اللبنانية إجا على أساس يأسسها حتى بنوا الخرائط مالها، داير مداير الجدار على أساس أنطوا خريطة على مود الهيكل ماله يصير هيجي، داخل ماله يصير هيجي. بعدين ما أعرف بعد سنتين وقفت الإيش، قالوا ما بقى فلوس وهسه صاير خرابه مال مكان الفن والثقافه، صاير مكان زباله. لا يعرف كبار السن هنا في أربيل غير قاعتي الشعب وجارتها قاعة ميديا، الأولى تهدمت وتنتظر التمويل الحكومي للشروع بالبناء، والثانية مغلقة إلى حد ما ولا نشاط فيها سيما بعد تفشي وباء كورونا والإجراءات الحكومية لمواجهته. نحن بالنسبة لنا هذا كان عمود الفقري بالنسبة لنا، على مود شغلنا وعلى مود أي كل شيء مالتنا. يعني هسه هاي شوف روح فوق ازدحام، هنا ماكو أي ازدحام بسبب قاعة الشعب ما باقي. هسه هاي لما بسط الطب إسكان يشوف قاعة الشعب واحد يعني ما يعجبه، يعني يشوفها مثل خرابة. يعني كل شيء مسوين، كل شيء يعني تعمير ما تعمير في كل الأماكن
تعميرات جيدة، بس ما أعرف ليش مهملين قاعة الشعب. ليس ببعيد عن مسرح الشعب تقع الحديقة الوحيدة في شارع إسكان، حديقة بروسك. مساحتها تناهز 6000 متر مربع تقريباً، تحيط بها الأشجار من جوانبها الأربعة. كانت متنزهاً عائلياً يكتظ بالناس، ومحطة استراحة للمتفرجين بعد العروض المسرحية، ولكنها اليوم تغيرت شأنها شأن كل ما في شارع إسكان، فصارت حكراً على الشباب فقط. هاي منطقة ترفيهية، هاي الأشجار الحلوة دائماً نتردد أنا وأصدقائنا سوريين بغداد من البصرة، دائماً نتردد هنا. والله على موجب ما أشوف المقابل الحدائق الأخرى، الحديقة هون كتير حلوة يعني، والجو حلو، هدوء، والطبيعة هون كمان موجودة أكثر من باقي المطاعم كافتريات. كإسكان بشرط يعني تقريباً يعني تقول هي الحديقة الوحيدة الكبيرة بالإسكان، باقي الحدائق باقي المقاهي كلها قصيرة وصغيرة يعني، مثل ما بقول يعني مترين بثلاثة يعني إنسان يضايق يعني، بس هي أكبر شيء تنحسب يعني. بالرغم من أن عمر شارع إسكان لا يزيد على نصف قرن من الزمان، لكنك ستجد هنا بعض الأماكن التي يظن إنها حكراً على الماضي فقط، كالحمامات الرجالية مثلاً، وهذا هو أقدمها على الإطلاق هنا وأشهرها. حمام إسكان الرجالي نسخة مستوحاة من الطراز التركي، وله مرتادوه أسبوعياً حتى من خارج أربيل. حالت جائحة كورونا بيننا وبين الدخول إلى حمام إسكان أقدم حمامات هذا الشارع، وذلك التزاماً بالإجراءات الصحية والوقائية المتبعة هنا، فالحمام مغلق إلى إشعار آخر. ولكن على جانبي الحمام هناك الكثير من الأماكن التي تستحق المشاهدة والبحث عنها، أبرزها الباعة المتجولون الذين يصطفون على جانبي الشارع الرئيسي والشوارع الفرعية بين 8 مساءً والخامسة فجراً بإذن من البلدية التي تقدر أهميتهم بالنسبة لجمالية الشارع. حالياً الوضع شوية قليل، مو مثل قبل طبعاً. طبعاً قبل كان الشغل، طبعاً قبل كانت الحركة كلش هواية، الشغل هواية، فرصة عمل هواية، بس حالياً الشغل قل، نسبة العطل كلش هواية. أنا من جيت لأربيل سكنت أول شيء في شارع الأسكان، فصار هذا شارع الأسكان إنه يعني اتجاهي الوحيد ورزق الوحيد إنه أجي هنا أنا وأشتغل. أي نعم، فما أقدر أروح لغير منطقة. أول شيء المناطق كل وحدة تختلف بأسلوبها وتعاملها ويا الناس أو ويا أهل البسطيات، فأنا جيت هنا أنا بسيط تقريبا صار لها 5 سنوات هنا، فمرتاح، مرتاح بمكاني ومرتاح ويا الناس، لأن الناس كلها تعرفني هنا وجيران عندي الحمد لله وشكرا. كان الناس هنا في أربيل معتادين على شرب العصائر الصناعية في الأسواق نظراً لكثرتها، لكن شارع إسكان شهد افتتاح أول محل للعصائر الطبيعية الطازجة، ولا يزال حتى اليوم مستثمراً موقع الشارع الذي صار أول مركز تجاري في أربيل خارج القلعة حيث المركز. وهذا المحل لا يزال محافظاً على مكانته التنافسية في السوق ولديه زبائنه الخاصون. يعني أكثر شيء عالم هواية تطلع بالليل، إنما دخن نرجيلة هاي يجون من شغل الصبح تعبانين يجوز دوام هاي، فيطلعون بالليل أكثر العالم. جروبات يعني إنما سيجون من بغداد الهاي يجون لأربيل أكثر شيء. الأوائل في مهنهم على مستوى أربيل ضمن شارع إسكان كثيرون ومن الصعب إحصاؤهم، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، أقدم مطعم لبيع الشاورما أو الساندويتش في شارع إسكان هو مطعم دلشاد، ويقع تحت ما كان يسمى سابقاً فندق الشرق الأوسط المتهالك حالياً. هذا المطعم يستثمر عمره الطويل على أحسن وجه، خاصة وإنه الوحيد المتبقي حالياً هنا من بين مطاعم الوجبات السريعة الأخرى التي كانت في 1980s و1990s. وقت خوي
نحن أقدم مطعم شاورما في شارع إسكان، ما زلنا مستمرين بنفس العمل منذ توسع الشارع إلى الآن، لأن المطاعم التي افتتحت قبلنا تحولت إلى مطاعم كبيرة أو انتقلت إلى أماكن أخرى، وخاصة خلال السنوات الأخيرة. صحيح نحن نقدم وجبات أخرى ووسعنا المطعم، ولكن احتفظنا باسم غاس دلشات وخصصنا ركنا مهما من المطعم لتحضيره. الشارع بحاجة إلى ترميمات بعض المباني القديمة فيه، والتي قد تتحول مع مرور الزمن إلى موقع تراثي، أو على الأقل وضع لافتات لأسماء محلات الشاورما القديمة كسرداش وغازي وغيرها من المطاعم التي كانت تقدم الوجبات السريعة. إذا صادفتك عائلة أو نساء يتمشين في شارع إسكان، فتأكد بأنهم ليسوا من أهالي أربيل، وإنما من أطراف المحافظة ربما، أو سياح أو من محافظات أخرى أو من خارج العراق، وذلك لأن السمة الغالبة على الشارع هي سمة ذكورية نظراً لكثرة المقاهي والمطاعم الشعبية. ومع ذلك يشهد الشارع أحياناً تحركات نسوية للمطالبة بفسح المجال لهن في إسكان. والله مو يعني أغلب السياح اللي يجون هنا لأربيل يحبون هذا الشارع، يعني يلم مطاعم كوفيات محلات، وشارع يعني شعبي يلم كل المحافظات وكل الشباب يترددون هذا الشارع. مو أكو يعني مرات يعني أكو عوائل إنه تسمح العائلة اللي وياهم إنه يجون لهذا الشارع، لأن هو أغلبه شباب، وأنت تدري أنت الكافيات المطاعم يعني، بس البقية لا، يقول إنه هو الشارع إنه بس للشباب، أنا ليش أجيبهم؟ أخذهم المول، أخذهم المطعم، أخذهم الهيج. والله إحنا صارنا 7 أيام هنا، إحنا كل ما يصير مساء نجي للأسكان، الأسكان كلش حلو. شنو البيمومية؟ شنو يعجبك بالأسكان؟ والله كلش حلو، تعامل المحلات وهذا كلش حلو راقي، وخاصة الشيء الأهم أسعار كلش رخيص. شارع إسكان يعني لما يجون عالم هواية وازدحام يصير فيه أكثر شيء يعني بالليل، من الساعة 8 للساعة 11-12 يعني يصير فيه ازدحام، وشارع إنما الفئات كلها تجي بيه، بنات ولد يعني إنما، والله يسرع الكل، وإحنا يعني ما نريد تسوي شيء يعني طائفية بين بنات ولد ما يفوتون الشارع وهاي، لا إنما هي حرية شخصية أي واحد يريد يجي والحمد لله. اليوم كما الأمس في شارع إسكان تدب فيه بعض الحركة صباحاً مع وجبات الإفطار التي تقدمها المطاعم للزبائن المعتادين على المرور به قبل التوجه إلى أعمالهم، ثم تتراجع الحركة قليلاً بعد 9 صباحاً، أي بعد ساعة من الآن تقريباً، إلى فترة الظهيرة التي تشهد إقبالاً على الشارع هنا لتناول وجبة الغداء، ثم تتقلص الحركة هنا مجدداً حتى يحين الغروب. وحينها يبدأ الصخب الحقيقي في هذا الشارع المفعم بالحيوية مرة أخرى، لكي يتحول نشاط هذا المطعم والمطاعم المجاورة إليه من تقديم وجبات الفطور إلى مطاعم للأكلات الشرقية ومقاه وكازينوهات، لتزدحم مرة ثانية بالشباب كما أشرنا إليه، بما يعني سوقا تجاريا مخصصا للرجال، بينما نأمل في المستقبل أن يكون للسيدات والشابات حضوراً لكي يكتسب سمة أخرى تكون أكثر انتشاراً. إلى اللقاء.